أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. في المستهل أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد على حفل تخرج دفعات بالأكاديمية العسكرية بشرشال الراحل هواري بومدين، وانطلقت مراسم الحفل بتفتيش الرئيس عبد المجيد تبون لتشكيلات العسكرية بساحة العلم في الأكاديمية الواقعة غربي العاصمة الجزائرية. وفي كلمة ألقاها عند بداية الحفل، وصف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة الإنجازات المحققة تحت إشراف الرئيس الجزائري بالملحمة التي أعادت الأمل للأمة ونجحت في بعث المشروع النهضوي بما يعزز استقلال البلاد اقتصاديا وتكنولوجيا ومعرفيا. وقعت مجموعة سوناتراك الجزائرية وتوتال إنرجيز الفرنسية الأحد على عقدين لإنتاج 54 مليار متر مكعب من الغاز باستثمار يعادل 700 مليون يورو، ويتعلق عقد المحروقات بالحقول التي تستغل بالشراكة بكل من TFT2 وTFT جنوب، ما يرفع الإنتاج المشترك للرقعتين إلى 100,000 برميل مكافئ نفط في اليوم بحلول 2026 مقابل الإنتاج الحالي البالغ نحو 60,000 برميل مكافئ نفط في اليوم، إلى جانب إنتاج 13 مليون طن من المكثفات معها. رفض الرئيس التونسي قيس سعيد تحويل بلاده إلى ما سماه شقة للبيع أو الإيجار على خلفية تصاعد أزمة المهاجرين غير الشرعيين. بيان للرئاسة التونسية نقل عن سعيد تحذيره خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مما وصفه بالاستيطان من نوع جديد، مبرزا المعاملة الإنسانية التي يتلقاها المهاجرون غير النظاميين في بلاده. سعيد اتهم من أسماهم دوائر الاستعمارية وعملاء بتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب بخصوص وضعية المهاجرين في بلاده بعد أن فشلوا وفق تعبيره في تعبيد الطريق أمام هؤلاء للإقامة الدائمة ضمن مخططات تستهدف الدول والبشر على حد تأكيده. أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة أن إيطاليا أبلغت حكومته برفع الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات. دبيبة في تغريدة عبر منصة تويتر الأحد أعلن عن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين سبتمبر المقبل. وكانت دبيبة قد ناقش أهمية استكمال اللجنتين الليبية والإيطالية وأعمالهما لإلغاء الحظر الإيطالي على الطيران المدني الليبي، وذلك خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالعاصمة الإيطالية روما. تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السبت بمحيط القصر الرئاسي، فيما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضربة جوية أسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل بمدينة أمدرمان، متهما طرفي النزاع بالتجاهل التام للقانون الإنساني وحقوق الإنسان على نحو خطير ومقلق. احتدم القتال الأحد حول مدينة باخموت شرقي أوكرانيا وسط أنباء عن تقدم للقوات الأوكرانية، وكشفت وسائل إعلام محلية عن اندلاع اشتباكات عنيفة وقصف متبادل بين الجانبين الأوكراني والروسي بمحيط المدينة، مع إعلان المعهد الأمريكي لدراسات الحرب بواشنطن عن إحراز القوات الأوكرانية تقدما كبيرا بهجومها المضاد جنوبي المدينة، في حين ذكرت مواقع إخبارية روسية أن القوات الروسية تواصل هجومها المضاد على مواقع أوكرانية شمال باخموت وتدمير آليات عسكرية أوكرانية خلال صد محاولتها للتقدم بمحور باخموت. ختام الموجز، نلتقي على رأس الساعة.